العرب اليوم من التلفزيون العربي من لندن وفيه. رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يؤكد للعربي طلب بلاده إرسال قوات عسكرية تركية، وتشاوشوغلو يحذر من انزلاق ليبيا إلى الفوضى. مئات العراقيين يواصلون لليوم الثاني محاصرة حقل ناصرية النفطي جنوب بغداد، واحتجاجات تشل العديد من المدن العراقية. 9 قتلى وعشرون جريحا في استهداف عرض عسكري لقوات الحزام الأمني في الضالع، والمجلس الانتقالي يتهم الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم. الاتحاد الأوروبي يدعو النظام السوري وحلفائه لوضع حد لتصعيد العنف في إدلب، وأوضاع صعبة يعيشها النازحون الجدد. قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس طلبت رسميا من أنقرة دعمها بقوات تركية لصد هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة. وأضاف المشري في حديث خاص للعربي أن حفتر يستعين على الأرض بفرق قتالية من السودان وأفريقيا وروسيا، إضافة إلى دعم عسكري ولوجستي من دول عربية وأوروبية. فعلا نحن طلبنا من تركيا رسميا تفعيل الاتفاقية والاستعانة بقوات من تركيا. عندما نقول قوات من تركيا نعني قوات من تركيا، يعني قوات تركية نظامية، ويكون الاستعانة محددة طبقا لما يراه القادة العسكريين في ليبيا وتركيا وحسب عمليات معينة. المشري أشار إلى أن حكومة الوفاق في طرابلس لديها من الجنود والمقاتلين ما يكفي، ولن ننتظر من الجنود الأتراك خوض معارك في الميدان. وأوضح أن عمل الأتراك سيقتصر على مهام التخطيط والتوجيه العسكريين وتنفيذ عمليات خاصة. هذا وتثبت مقابلة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يوم غد الاثنين الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش ضمن برنامج حديث خاص. نحن لا نميل إلى وجود عدد كبير من القوات، نحن لدينا مقاتلين كفاية، فقط نحتاج إلى دعم لوجستي، دعم ما يتعلق بالمعلومات، ربما عمليات ذات طبيعة خاصة بحرية أو جوية أو حتى برية، لكنها محدودة، وإنما الاعتماد الأكبر على الدعم أكثر من الاعتماد على مقاتلين، لأن لدينا الحمد لله العدد الكافي من المقاتلين، لكن نفتقد إلى الأسلحة النوعية وإلى المعلومات وإلى التجسس وإلى التشويش وإلى الضربات الجوية. حذر وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو من أن الصراع الليبي يهدد بانزلاق البلاد إلى الفوضى وبأن تصبح سوريا القادمة. فيما بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع في ليبيا. فيما تدخل الأزمة الليبية منعطفا جديدا من العمليات العسكرية والتحالفات الإقليمية، لا تتوقف صور الضحايا من المدنيين وممتلكاتهم عن المشهد. ضحايا دفعت وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة إلى توجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أعرب فيها عن استنكار حكومته لما وصفه بالعجز الواضح حيال جرائم حفتر ضد المدنيين والمنشآت العامة الليبية. أما ممثل الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة فاكتفى بإدانة استهداف المدنيين. معطيات تتزامن مع مذكرة تفاهم موقعة بين حكومة الوفاق وتركيا تزداد معها وتيرة التحرك في الملف الليبي بانتقال الحديث من الاتفاق البحري الموقع بين الحكومتين في أنقرة وطرابلس إلى الحديث عن اتفاق أمني. تركيا اليوم تتأهب لإرسال جنودها إلى ليبيا، وهو أمر أكده وزير دفاعها مشددا على أن قوات بلاده مستعدة لتولي مهام حماية حقوقها ومصالحها في الداخل أو الخارج. أما وزير الخارجية التركي فنبه إلى أن الصراع الليبي يهدد بانزلاق البلاد إلى الفوضى، محذرا مما وصفه بسوريا أخرى. تحول دراماتيكي في المشهد الليبي مع احتضان العاصمة البلجيكية بروكسل غدا اجتماعا لمسؤولي وزارات خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة مستجدات الوضع في ليبيا.
وفي الوقت الذي تنفي فيه حكومة الوفاق وجود مقاتلين سوريين، كشف تقرير عسكري تركي حاجة ليبيا إلى دعم جوي. على صعيد متصل، نشرت القوات البحرية المصرية عددا من قطاعها في المنطقة المقابلة لمعبر السلوم، من بينها قطع مجهزة بمعدات تشويش واستطلاع لرصد المساعدات التركية المتوقع وصولها إلى حكومة الوفاق. دور مصري سبقته دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب للعب دور حاسم لإنهاء الأزمة في ليبيا. ومعنا من اسطنبول مراسلنا أحمد غنام. أحمد، هل تكشفت معلومات عما دار في الاتصال الهاتفي بين الرئيس التركي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول ليبيا؟ وأيضا في الشق الثاني من السؤال، ماذا في تفاصيل التحذير الذي قام به وزير الخارجية التركي حول تحول ليبيا أو التخوف من تحول ليبيا إلى سوريا قادمة؟ نعم رويدة، الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكذلك المستشارة الألمانية ميركل كان فقط حسب البيان الرئاسي أنه دار الحديث حول تقييم الأوضاع في ليبيا وكذلك في سوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين. وهو كان من المنتظر منذ الصباح حسب تصريحات الرئاسة التركية أنه ربما ستكون هناك دعوة من الجانب الألماني للرئيس التركي للمشاركة في مؤتمر برلين تحت رعاية أممية المنتظر عقده انعقاده في وسط شهر كانون الثاني المقبل حول ليبيا وذلك لمناقشة الوضع في ليبيا. ويبدو أن هذا هو ما حصل في هذا الاتصال الهاتفي، لكن الجانب التركي ربما يتريث في الاستجابة للمشاركة في هذا المؤتمر، ريثما تتضح هناك بعض الاستفسارات حول مستوى المشاركة ومن هم المشاركون، سيما أن هناك بعض التقارير الإعلامية تتحدث عن وجود ربما سيكون هناك الإمارات وكذلك مصر والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بالإضافة إلى الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وكذلك ألمانيا وتركيا وإيطاليا لمناقشة الوضع في ليبيا. على كل الأحوال كان هناك تصريحات لوزير الخارجية مولود شاوشغلو وحذر من انحدار من تدهور الأوضاع في ليبيا إلى وأن تشبه ليبيا ما حصل في سوريا، وأن هناك البعض بعض الأطراف تحاول دفع ليبيا إلى هذا الوضع وهو الوضع المشابه في سوريا. وأيضا كان هناك تصريحات لوزير الدفاع التركي صبيحة اليوم وأكد جاهزية واستعدادية الجيش التركي للمشاركة في أي عملية عسكرية خارج البلاد لحماية مصالح تركيا. وكذلك كان هناك اليوم أيضا تصريح للمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كولن وأكد بأنه شارك في الاجتماعات التحضيرية لاجتماع برلين وأكد مخاوف بلاده بأنه في حال استمر خليفة حفتر بقصف ومهاجم طرابلس فإن هذا الاجتماع لا يعني الكثير بالنسبة لتركيا. وأيضا أشار إبراهيم كولن في تصريحاته إلى أن الجانب المصري ممتن من الاتفاق الليبي التركي حول ترسيم الحدود البحرية وأن هذه المعلومات وصلت إلى تركيا بشكل رسمي وغير رسمي، لكن لا يوجد تواصل بين الجانب التركي والجانب المصري لتأكيد هذه المعلومات بشكل واضح. أحمد غنام مراسلنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. ومعنا من طرابلس الكاتب الصحفي نبيل سكني. سيد نبيل أهلا بك، هل ليبيا على وشك أن تكون ساحة لمعركة إقليمية مرتقبة؟ مرحبا بك ولمشاهدين الكرام. لا أعتقد ذلك، لأن الحقيقة بعد الاتفاقية الليبية التركية مؤخرا القضاء على حفتر هو إنهاء الفوضى في ليبيا. وأعتقد فيما يتعلق مثل ما تفضل تقريركم السابق حضور الوزراء الثلاث إلى ليبيا هو أعتقد نوع من النفاق والدهاء السياسي الذي تمارسه فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، لأن في قمة العشرين الماضية سعى الرئيس الفرنسي بالاجتماع بالسيد أردوغان مع وزير الخارجية الإنجليزي والإيطالي وللضغط على السيد أردوغان فيما يتعلق بالملف الليبي، ولكن في الملف السوري. ولكن بعد ذلك خرج السيد تراب واستهزأ بفرنسا وقال بأنها دولة مفلسة وتحتاج إلى حماية. أعتقد الأمريكان يعولون الآن على الملف الليبي عن طريق تركيا، وربما المؤشر الأخير في أي رئيس أمريكي يزور أوروبا دائما آخر دولة يقوم بزيارتها هي تركيا. فلا أعتقد بأن الوزراء الثلاثة سوف يؤثرون على المشهد الليبي، لأن لكن رئيس الوزراء الإيطالي يقول أن الاتحاد الأوروبي عازم على لعب دور إيجابي
بالنسبة للأزمة الليبية، هل الليبيون فقدوا الثقة بالأوروبيين؟ أنا الرسالة الحقيقة التي أريد أن أوصلها عن طريق تلفزيونكم الكريم الموقر إلى السيد فايز السراج ألا يجتمع مع الرؤساء الثلاثة وأن يطبق الدبلوماسية في اجتماع رئيس الوزير في اجتماع وزير الخارجية الليبي مع هؤلاء الثلاث، لأن قبل الكلام مع الوزراء الثلاث يجب أن تعود فاغنر إلى روسيا والميليشيات السودانية إلى السودان والميليشيات التشادية إلى تشاد، وأن يعود مجرى الحرب حفتر إلى الرجمة إلى بنغازي، ثم بعد ذلك يفتح النقاش مع النفاق السياسي الذين يقدمونه الآن الوزراء الثلاثة لبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، لأن كثير من الدماء الليبية المدنية هدرت ولم يحرك ساكنا. لكن سيد نبيل تشاوش أوغلو حتى ذكر أن ليبيا سوف تنزلق نحو الفوضى إذا لم يتم حل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، بالتالي يجب إشراك كل الأطراف في حل هذه الأزمة بمن فيهم الأوروبيون. أنا أختلف الحقيقة مع السيد أوغلو، لأن من أوصل البلاد إلى الفوضى هو الإرهابي حفتر، نظرا لأنه لم يستطيع الإخوة في المنطقة الشرقية حتى الانتخابات على مستوى البلديات، أوقف جميع العمل السياسي والعمل الديمقراطي والعمل المدني. القضاء على حفتر في ليبيا هو استتباب الأمن والرجوع الدولة المدنية الديمقراطية إلى ليبيا. القضاء على حفتر سوف تنتهي الفوضى على جميع أشكالها، لأن هو من أدخل البلاد على جميع المستويات في هذه الفوضى، هو من أتى بالمرتزقة إلى ليبيا، هو أعاد سيناريو معمر القذافي في قتل أبناء ليبيا عن طريق المرتزقة بجميع أنواعهم. ربما فاق القذافي في 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 إجرامه على المدنيين وعلى المدن أيضا. نعم. طيب، هناك حديث للتلفزيون العربي، السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري قال للتلفزيون العربي إن قوات الوفاق لديها من المقاتلين ما يكفي لدحر قوات حفتر، لماذا إذن يتم الاستعانة بقوات تركية؟ الحقيقة نحن لا نريد قوات مشاة، وإنما ما نريده الآن هي فوتوكوبي مما حدث في محاربة داعش، وأعتقد أن الليبيون الأبطال الليبيون هو أول شعب قضى على داعش في مدينة سرت. ما نريده الآن هي التغطية الجوية وإنهاء قاعدتين في الغرب الليبي، هي قاعدة الجفر الذي يسيطر عليها الإمارات بطيارينهم وطياراتهم، وأيضا قاعدة لوتيا، ثم بعد ذلك لدينا قاعدة أخرى في منطقة المرج تتبع للإمارات، هي يجب القضاء عليها. إذا تم القضاء على هذه الثلاث القواعد الثلاث، رجال ليبيا لا يحتاجون من يحارب إليهم. نحن أهل الحروب، ونحن أهل الشجاعة، ونحن أهل التاريخ الذي يتكلم علينا، نحن من قاومنا الإيطاليين 20 سنة، الدولة الوحيدة عبر التاريخ في جميع الفينيقيين الإسلام الفتح الإسلامي، هذه الدولة الوحيدة التي لم تدخل إلا بالعنف، إلا كانوا أهلها ورجالها دائما بالقتال. نحن الدولة الوحيدة في العالم في تاريخنا يتكلم على هذا. بعض الدول العربية فتحت في يومين أو ثلاث، بعض الدول العربية احتلت في يومين أو ثلاث، فرنسا احتلت في 48 ساعة، أما نحن لا نحتاج إلى مشاة، وإنما نحتاج إلى دعم جوي فقط لا غير. شكرا جزيلا لك. من طرابلس نبيل السكني الكاتب الصحفي. اعتصم العشرات من خريجي الجامعات والعاطلين عن العمل في مدينة الناصرية أمام مصفى ذي قار النفطي، وأقفلوا الطريق المؤدية إلى مصفات النفط بالإطارات المشتعلة، ومنع المحتجون موظفي المصفى من الدخول وممارسة عملهم. كما أغلق محتجون حقل الناصرية النفطي الذي ينتج قرابة 100,000 برميل يوميا مطالبين بفرص عمل، ما أدى إلى توقف الإنتاج في الحقل بشكل كامل. ينضم إلينا من البصرة عبر الهاتف مراسلنا مازن الطيار. مازن، كيف هو الوضع في البصرة الآن، وهل الجسور ما زالت مقفلة في الناصرية؟ مازن،
هل تسمعوني مازن؟ ربما نعود إلى مازن في وقت لاحق. نعم، معنا من بغداد مراسلنا حازم الشرع. أهلا بك حازم، تسمعني حازم؟ أسمعك بوضوح، أسمعك بوضوح. نعم، بداية ما هي آخر التطورات الميدانية على الأرض وأيضا في الشق السياسي؟ هناك أنباء تتحدث عن استقالة لنواب من حزب الدعوة، ما هي صحة هذه المعلومات حتى الآن؟ يعني أهم تطور لافت حدث مساء قبل قليل، أنه هناك مصادر ذكرت أن مقرا رئيسا لحزب الله العراقي تعرض إلى قصف جوي. لم تذكر تلك المصادر ما نوعية هذا القصف ومن الجهة التي قامت بعملية القصف، وهناك حديث عن ضحايا لكن أيضا ليس هناك إحصاءات عن عدد الضحايا. هذه العملية إن تأكدت وتمت فإنها تأتي بعد يوم من عملية قصف قاعدة كيوان في كركوك، والتي أدت إلى مقتل متعاقد أمريكي وجرح عدد من الجنود الأمريكيين، مما يعني تصعيدا للأحداث الأمنية في العراق بين طرفي الصراع الرئيسيين إيران وأمريكا. سياسيا ما زال الحراك جامدا، هناك انسداد سياسي في بغداد بسبب تمسك معظم التحالفات السياسية بمواقفها. الأخبار عن استقالة بعض القيادين في حزب الدعوة من مناصبهم في مجلس الشورى لم يجري تأكيدها ونفيها لغاية الآن، ولم تعد كونها يعني ذكرت عبر مصادر غير رسمية. الحزب لم يتكلم، وكذلك القيادين الذين يمتلكون مواقع إعلامية رسمية لم يذكروها. هناك حديث أيضا في مجال الاسم المرشح الجديد لمنصب رئيس الوزراء أن العيداني تراجعت حظوظه كثيرا، أسعد العيداني محافظ البصرة، وهناك حديث عن طرح ثلاث أسماء جديدة هم نعم. الفريق عبد الغني الأسدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ومحمد توفيق علاوي وزير الاتصالات السابق، وأيضا معارض عراقي آخر كان ضابطا في الجيش العراقي هو الفريق توفيق الياسري. لغاية الآن لم يؤكد تحالف البناء هذا الشيء، فقط هناك تصريح لمحمد توفيق علاوي صدر مساء اليوم قال أن تحالف البناء رشحنا من جديد لهذا المنصب، ويبدو نعم. أنه تغيير في خطط تحالف البناء حيث رشح عسكريين اثنين بعد رفض صارم من قبل التحالف لترشيح أي عسكري سواء كان في جهاز مكافحة الإرهاب أو في الجيش العراقي السابق. حازم الشرع مراسلنا من بغداد، شكرا لك على هذه الإحاطة. تواجه الكتل السياسية العراقية أزمة غير مسبوقة لاختيار شخصية توافقية لمنصب رئيس الوزراء، وأدى دخول الاحتجاجات على خط الأزمة إلى تعقيد آليات التوافق المعمول بها منذ العام 2003، ما سبب تصدعا كبيرا في شكل التحالفات السياسية التي تحكم البلاد. استمرار الأزمة الحكومية والحراك الشعبي وضعا التحالفات السياسية في العراق على المحك. تحالف البناء المقرب من طهران يواجه منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول صعوبات في تشكيل تحالفات برلمانية تضمن الأغلبية لمرشحهم لخلافة عادل عبد المهدي. الطرف الكردي كان أول الخارجين من التحالفات القديمة للبناء، وأعلن فك ارتباطه به تضامنا مع رئيس الجمهورية برهم صالح الذي رفض كل مرشحي البناء، فيما يناور تحالف القوى ممثل المكون السني في البرلمان العراقي داخل تحالف البناء حتى لا يخسر أوراقه بالدعم تارة والتزام الصمت تارة أخرى. يعني كتل بالبرلمان الصورة وكأن أزمة شيعية مو أزمة وطنية، وبالتالي الإصلاح يجب أن يكون عام، وأكو يعني استثمارات ضيقة وعجز عن أن يتفاهمون على صيغة يطلعون بها. في الضفة الأخرى يبرز التحالف السائرون والحكمة والنصر وعدد من نواب السنة والأكراد كتشكيل غير متجانس ومتقاطع تماما مع البناء في ضرورة اختيار رئيس وزراء يرضي حراك الشارع ويبتعد عن الآليات القديمة. هذه الإملاءات الدستورية أو السياقات الدستورية لا تستطيع أن توازي السياقات السياسية التي دخلت بها القوى الشعبية والقوى الاحتجاجية الشبابية عامل المؤثر في صناعة منصب رئيس الوزراء وكذلك إدارة الحكم والسلطة في البلاد.
عجز التحالفات وغياب صيغ تفاهم سياسية أديا بحسب متابعين محليين إلى حالة الانسداد الحكومي الذي تشهده البلاد. 16 عاما مرت على إطلاق العملية السياسية في العراق، فترة كان يمكن أن تكون كافية لإيجاد آليات برلمانية، آليات تبعد مناورات السياسيين واحتجاجات الشارع وتدخلات القوى الإقليمية والدولية. عزم الشرع العربي، بغداد. انطلقت حملة إزالة أبنية متجاوزة على أراضي حكومية في محافظة البصرة جنوب العراق، وتجبر بلدية البصرة السكان على هدم المنازل التي شيدوها بشكل مخالف للقانون كشرط أساسي لإسقاط الدعاوى القضائية التي رفعتها البلدية على المخالفين. برد قارس ينتظر عبد الزهراء أحد الساكنين في منازل أقيمت بشكل غير قانوني تجاوزا على أراضي الدولة. الرجل هدم منزله تنفيذا لقرار اللجان القانونية في محافظة البصرة والمختصة في إزالة الأبنية المخالفة في العشوائيات. أنت شوف بعينك وين أنا جهالي بالشارع، وأني ما لا عندي مسكن، لا عندي بس شبكة رعاية وما تكفيني عايش عليها قوة بالقوت، وعندي 13 نفر زين، وهسه غراضي وهاي كلهم جيراني وجهالي. ومع تنفيذ قرار الهدم ارتفعت أصوات السكان احتجاجا، فغالبية القاطنين في العشوائيات والأبنية المخالفة هم من الذين يعيشون في فقر مدقع يمنعهم من شراء مساكن قانونية. من يشيلونا وين نروح؟ احنا لو عدنا بيوت ما قعدنا هنا، ما قعدنا هنا. إذا هو الزلمة معوق رجليه بلاتين وين يروح؟ ماكو دولة بالعالم انه تجر شعبها تقول له شيل ما له علاقة بيك، ماكو. يعني اكو دولة محترمة الشعب بيها محترم زين، دولة هسه الموجودين احنا كل احنا تحت خط الفقر، يعني مو فقر. ووسط الحالة السياسية التي يمر بها العراق، حاولنا الوقوف على أسباب استمرار حملة إزالة التجاوزات، لكن مسؤولي البلدية امتنعوا عن الإدلاء بأي تصريح، فلجأنا إلى خبراء في القانون. إنه لدينا بعض الملاحظات على عمل هذه اللجان، لأنه القرار 154 سنة 2001 حدد سلسلة من الإجراءات من ضمنها أن يتم إزالة التجاوز على نفقة المتجاوز شخصيا وليس على نفقة الدولة. مع استمرار التظاهرات الشعبية في العراق عموما ومدن الجنوب خاصة، يخشى كثيرون هنا أن يؤدي هدم المنازل المخالفة إلى مزيد من التوتر في الأزمة الراهنة في البلاد. أزمة السكن المتأصلة في البصرة دفعت الكثيرين من ذوي الدخل المحدود إلى استغلال أراضي الدولة لبناء المنازل. تلك المنازل تحولت بمرور الوقت إلى عشوائيات، تحاول مؤخرا الحكومة معالجتها دون حلول بديلة. مازن الطيار، التلفزيون العربي، البصرة. ولتبحث في آخر التطورات العراقية ينضم إلينا من بغداد محمد العكيلي الكاتب السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ العكيلي. إذن تحالف البناء تقدم بشكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد الرئيس برهم صالح، يتهمه بتجاوزات دستورية. من يخرق الدستور في العراق اليوم؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، تحية لكما وإلى جمهور قناتكم الموقرة. أعتقد الدستور العراقي خرق ب يعني مراحل عديدة ومرات متعددة من جميع الأطراف، سواء كان من السلطات الدستورية أو إذا كانت من الأحزاب السياسية نفسها. فبالتالي لربما هناك الشد السياسي يخرج من نطاق أنه التغاضي عن الخرق الدستوري من قبل كتلة معينة حيال سلطة دستورية أو حيال شخص يترأس سلطة دستورية. ما يحدث في العراق أنه تجاوزنا السقف الدستوري 15 يوما المتعلق باستقالة الحكومة وفق المادة 81 صحيح. من الدستور العراقي، ودخلنا في الفضاء الغير دستوري لهذه المرحلة،
هناك يعني حالة على كل حال أستاذ عكيلي في الوثائق المسربة للنص هذه الشكوى هناك نقطتان، النقطة الأولى كما تفضلت هي نقطة مخالفة المدة الدستورية المحددة، والنقطة الثانية هي حرمان الكتلة الأكبر من حقها في تسليم أو تقديم مرشحها. هل خالف صالح؟ هل هناك اتفاق بأن صالح خالف على الأقل في النقطة الأولى، وما تبعات ذلك في حال أثبتت ذلك المحكمة الاتحادية؟ يعني هو النقطة الثانية التي تفضلت بها، هو لم توجد كتلة أكبر أو كتلة أكثر عددا واضحة لدى السيد رئيس الجمهورية حتى يتم اختيار مرشحها أو يتم تكليف مرشحها. نعم السيد برهم صالح غير مكلف بأن يفلتر الأسماء وغير مكلف بانتقاء الأسماء، هو الرجل مكلف بتكليف مرشح الكتلة الأكبر. يعني عندما تكون كتلة أكبر أو كتلة أكثر عددا لديها مرشح، ملزم السيد برهم صالح أن يكلف هذه الشخصية بتشكيل الحكومة فقط. هذا الدستور أناط هذه المهمة برئيس الجمهورية. لماذا لم يقل يعتبر حاله هو الكتلة الأكثر عددا؟ لأن البناء يعتبر حاله هو الكتلة الأكثر عددا، والسيد رئيس الجمهورية لا زالت الأمور لديه غير واضحة. يعني أرسل بكتب إلى البرلمان مرتين وإلى المحكمة الاتحادية ولم تتوضح. هو الخلل بنيوي أنه في الجلسة الأولى التي تأسست فيها هذه الدورة لا توجد كتلة رسمية سجلت. نعم هناك كتلة أكثر عددا، وهناك أكثر من كتلة هي أكثر عددا خارج البرلمان وداخل البرلمان، لكن لم تسجل رسميا. هنا يعني المشكلة الأساسية التي منعت السيد برهم صالح من تسمية الشخص الذي هو سوف طيب ما هي السبل الدستورية إذا أستاذ العكيلي لحل هذه المعضلة؟ يعني هي مشكلة وما ممكن أن تعالج يعني المشكلة بمشكلة أخرى، سوف تكون المشكلات معقدة أكثر. فبالتالي يعني هناك مقترح ونحن يعني مع هذا المقترح، هو لدينا حكومة مستقيلة، حكومة السيد عادل عبد المهدي، وهي لديها صفة تصريف أعمال، ولدينا واقع حال أن قانون الانتخابات قد أقر من قبل مجلس النواب العراقي وكذلك المفوضية التي تجري الانتخابات، وأمامنا استحقاق والانتخابات المبكرة التي تم الاتفاق عليها من قبل أغلب الجهات السياسية. فبالتالي مهمة حكومة السيد عادل عبد المهدي من الممكن إناطتها مهمة تهيئة وإعداد والاستعداد وتهيئة الأجواء والظروف إلى إقامة انتخابات مبكرة. هذا يغنينا عن جدل الكتلة الأكثر عددا، ويغنينا عن من هي الشخصية التي تترأس الحكومة القادمة. طيب إذا لم يتم الأخذ بهذا السبيل، هل من الممكن مثلا لو تم الاتفاق على اسم غير اسم العيداني، اسم توافقي أكثر، أن تحل هذه المشكلة؟ وهناك حديث اليوم عن أكثر من اسم بات يطرح، منهم الفريق عبد الغني الأسدي، توفيق الياسري، محمد توفيق علاوي، كل هذه الأسماء، هل من الممكن أن يرضى بها الرئيس برهم صالح وأيضا الشارع العراقي؟ أستاذتي، مع جل احترامي إلى كل الأسماء التي طرحت، سواء كانت من التي يعني تم الاتفاق عليها أو لم يتم الاتفاق عليها، هي ليست مشكلة أسماء بقدر هي مشكلة الكتلة التي ترشح الاسم. هذا ما ممكن، يعني اليوم كتلة تعتبر هي الكتلة الأكثر عددا، هذه نقطة. النقطة أخرى، ما ممكن يعني أن تحل شخصية لرئاسة الحكومة ولم يوجد لديها سند دستوري، سوف نقع في ذات الخطأ التي وقعنا فيه. فبالتالي معالجة الخطأ بالخطأ هذا لا يمكن، وهذا ما تنبأ إليه السيد برهم صالح. قضية أخرى، يعني من الممكن أن نذهب باتجاه الحل الأقصر، ومن الممكن أن نذهب بالاتجاه الحل الغير جدلي، أن حكومة السيد عادل عبد المهدي هي قدمت استقالتها ووافق عليها البرلمان وهي تصريف أعمال. الجمهور الآن ليس لديه مشكلة مع حكومة السيد عادل عبد المهدي، قالها صراحة. نحن لدينا مشكلة مع الأحزاب السياسية ومع السياسات الخاطئة للأحزاب السياسية التي قادت البلاد إلى هذه المرحلة. فبالتالي من الممكن الاعتماد إلى هذا الحل أو الارتكان إلى هذا الحل حتى نجنب البلاد ما هو أسوأ من هذه الحالة. والآن تجري هناك شد إقليمي وشد دولي على الساحة العراقية من خلال التصعيد العسكري على المقرات والمعسكرات. محمد العكيلي الكاتب السياسي من بغداد، شكرا جزيلا لك.
وننوه مشاهدينا بالخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا. البنتاغون يعلن تنفيذ ضربات استهدفت 5 منشآت لكتائب حزب الله العراقي في سوريا والعراق، منها مخازن أسلحة. في العربي اليوم بعد قليل، الاتحاد الأوروبي يندد بالقصف العشوائي للمدنيين في إدلب. أهلا بكم من جديد. قتل 9 أشخاص على الأقل، بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون من قوات الحزام الأمني اليمني بعد أن استهدف صاروخ عرضا عسكريا في مدينة الضالع الخاضعة لسيطرة الجنوبيين. وقال شهود عيان إن انفجارا وقع في منصة الحفل العسكري الذي أقيم في ملعب الصمود بالمحافظة أثناء الاحتفال بتخرج دفعة عسكرية. ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن هذا الهجوم، في حين اتهمت قوات الحزام الأمني جماعة الحوثي باستهداف الحفل بصاروخ باليستي. وينضم إلينا من تعز مراسلنا أحمد البكاري. أحمد، ما الذي دفع بقوات الحزام الأمني بتوجيه أصابع الاتهام إلى الحوثيين وليس إلى الحكومة الانتقالية؟ وأيضا ماذا في تطورات هذا أو تداعيات هذا الهجوم من بين أعداد القتلى والجرحى؟ هناك معلومات تتحدث عن ارتفاع حصيلة الضحايا في هذه العملية، حيث بلغ عدد المصابين أكثر من 20 شخصا، بينما بلغ عدد القتلى 9 أشخاص حتى هذه اللحظة. هذه العملية جاءت في ظل محاولات متكررة لجماعة الحوثي في إحراز تحقيق تقدم في مختلف جبهات محافظة الضالع، وبالتالي وجهت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بتوجيه أصابع الاتهام إلى جماعة الحوثيين بإطلاق صاروخ من منطقة العرفاف بمدينة دمت التابعة لمحافظة الضالع نفسها. وكذلك بعد فشل تحقيق تقدم على مختلف الصعيد الميداني، لجأت إلى قصف أو استهداف عرضا عسكريا تابعا لقوات الحزام الأمني، وأدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفها. جماعة الحوثي حتى الآن لم تتبنى عملية الاستهداف، لكن على عكس بقية العمليات السابقة حيث كانت تخرج مباشرة بعد أي عملية تستهدف بها قوات الحزام الأمني تعلن تبنيها لهذه العملية، لكن هذه العملية حتى الآن لم تخرج بالإعلان عن تبنيها، لكن إعلانها مؤخرا عن توسيع بنك أهدافها ضد قوات التحالف السعودي الإماراتي في مختلف المناطق وعلى الحدود، هنا أعطت إشارة بحسب الكثيرين بأنها تقف وراء العملية. وكذلك أيضا المقاومة الجنوبية توعدت بالرد القاسي ضد جماعة الحوثيين على مختلف جبهات محافظة الضالع، وبالتالي ربما الأيام القادمة ستشهد مزيدا من التصعيد بين الجانبين، قوات المقاومة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وكذلك الحوثيين خاصة في جبهات محافظة الضالع وكذلك أيضا في جبهات الحدود مع السعودية. أحمد البكاري مراسلنا من تعز، شكرا جزيلا لك. هددت جماعة الحوثي في اليمن بتوسيع رقعة أهدافها العسكرية ضد السعودية والإمارات. وأوضح المتحدث باسم الحوثيين أن هناك أهدافا بالغة الأهمية، منها 6 أهداف في السعودية و3 في الإمارات. توسيع بنك أهداف قواتنا ليشمل مراكز حيوية وحساسة على طول وعرض جغرافيا دول العدوان. تقسيم بنك أهداف قواتنا إلى 3 مستويات بحسب الأهمية. ضمن المستوى الأول 9 أهداف بالغة الأهمية، منها 6 أهداف في السعودية و3 في الإمارات. الاستمرار في استهداف شعبنا وبلدنا يعني استمرار قواتنا في الرد المشروع والمناسب.
معنا من عدن محمد النقيب الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة بعدن. سيد محمد أهلا بك. اتهمتم الحوثيين بهذا الهجوم الصاروخي، كيف ستردون عليه؟ هو بالفعل استمعت إلى مراسلكم يتحدث عن أن الحوثيين بالفعل لم يعلنوا بطريقة معلنة صراحة أنهم هم من أطلقوا الصاروخ، لكن الصاروخ لكن البصمات اللي الصاروخ هي حوثية. بالفعل الصاروخ كان صاروخ توشكا، وهو من الصواريخ التي كان يمتلكها الحرس الجمهوري، وقد تحصلت عليه الميليشيات الحوثية من الحرس الجمهوري. أيضا أن قيادتنا غرفة العمليات المشتركة للقوات الجنوبية قد توصلت إلى مكان تحديد مكان إطلاق الصاروخ، هي منطقة العرفاف، فهي منطقة واقعة بالقرب من مدينة دمت. وبالتالي يعني لديكم دلائل على أن الحوثيين هم من قاموا بهذا الهجوم. اليوم أيضا تصريحات للمتحدث باسم الحوثيين يهدد بتوسيع رقعة الهجمات على أهداف تابعة للسعودية والإمارات، بالتالي أنتم أمام اختبار حقيقي الآن، كيف ستتعاطون مع هذا المعطى الجديد؟ بالفعل هم يتحدثون دائما بلغة التهديد. عندما يتحصلون عن دعومات من هذا السلاح من إيران يطلعون علينا بلغة التهديد، لكن أقول لك ولكل المشاهدين والحوثيين أنفسهم أنهم يستهدفوننا بالصواريخ البالستية التي يتحصلون عليها إلى مدننا، يستهدفون الآمنين والمدنيين، لكننا نلاحقهم في مختلف الجبهات وخاصة الضالع ببندقية الكلاشينكوف، وهنا المعادلة تعكس أن المنتصر وأن البقاء لمن يقاتل بالكلاشينكوف ويحقق الانتصار، ليس من يطلق الصواريخ البالستية بعيدة المدى على المدن السكنية. اليوم الصاروخ الذي أطلق هو عبارة عن صاروخ توشكا بعيد المدى، وقع في المنصة بالفعل، لكن بعد خروج الجنود الذين احتفلوا فراح ضحيته المنظمون للحفل، 9 من القتلى، 3 أطفال، و30 جريحا بينهم 10 أطفال. المكان مكان الذي استهدفه الصاروخ هي وسط المدينة الضالع بالقرب من مستشفى النصر وبالقرب من المدرسة الوحيدة للبنات والفتيات. ردنا هو أن نستمر ب تحرير المناطق أليس الرد بتوحيد الجهود مع القوات الحكومية لمحاربة الحوثيين كما يرى البعض؟ بالفعل نعم، هذا واحدة من الاستراتيجيات التي يجب أن تحدث الآن وليس غدا، وهي يتضمنها اتفاق الرياض، يجب أن ينفذ اتفاق الرياض. ففي هذا الاتفاق هناك إيجابيات ومحصلة كبيرة، أعتقد أنها ستنجز جزءا كبيرا ومتسارعا للمعركة الوطنية المقدسة التي نخوضها. شكرا جزيلا لك الآن من الآن عدن. القوة التي تتحرك هي القوات الجنوبية. يعني تتهم القوات الحكومية بأنها لا تفعل اللازم. لماذا نعم، شكرا جزيلا لك من عدن محمد النقيب الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة بعدن، شكرا جزيلا لك سيد محمد. يعاني اليمنيون من تدني مستوى الخدمات الصحية إلى مستويات باتت المستشفيات والمراكز الصحية معها عاجزة عن الاستجابة لأعداد المرضى المتزايدة. وفي ظل المعارك والقصف التي يتعرض له عدد من المناطق والمدن، عزز أهمية وجود مراكز طبية خاصة تقدم خدمات أساسية بأسعار زهيدة. صباح كل يوم يتنقل نضال بين سلسلة عيادات طبية يمتلكها في صنعاء. نضال متخرج من كلية الطب جامعة صنعاء يشرف على سير عمل عياداته ويتابع بعض الحالات المرضية. يرى نضال أن ثقة الناس واطمئنانهم للخدمات التي تقدمها العيادات ساهما في انتشارها. كلما فتحنا من فرع كان الإقبال قوي علينا، يسبب ضغط قوي علينا، نضطر أن احنا نشوف الأماكن التي بيجينا منها كثير حالات كثير، نفتح فرع في المنطقة نفسها بحيث أنه يخفف الضغط الذي علينا على الأماكن التي بيجي فيها ضغط، بنتوسع على أساس أنه خدمة للناس.
يكاد لا يخلو شارع أو حي في صنعاء من عيادة. عيادات لا تتجاوز غرفة صغيرة بتجهيزات بسيطة للغاية من حيث الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية. كثير من اليمنيين يترددون بمرضاهم على هذه العيادات بحثا عن العلاج. متاهة المشافي العامة وزحمتها وتراجع إمكانياتها من جهة وارتفاع أسعار المشافي الخاصة من جهة أخرى حتم على الناس الاكتفاء بالخدمة البسيطة التي تتيحها العيادات بأسعار معقولة. اتجه للعيادات بحيث أنه يكون الحالة المادية تكون سهلة علينا. أسهل من المستشفى. المستشفى ما يتجاوب معك الدكتور في سرعة. تجي تتطور وتجي زحمة. ما يؤخذ على العيادات الصغيرة بحسب مختصين عدم اعتمادها على تشخيص طبي أو فحوص مخبرية بقدر اعتماد عامليها على الخبرة المتراكمة من التعامل مع الحالات المرضية المتكررة. وزارة الصحة ترى أن مثل هذه العيادات لا ضرورة لها وأن أخطائها كثيرة وتعتزم تقنين الظاهرة. عيادة ضرب المرأة المرجحة سيكون هناك نزول ميداني لتقييمها وتطبيق المعايير فيها السابقة، وطبعا سيتم إغلاق العيادات التي لا تلتزم بالشروط والمواصفات ولا يوجد فيها كادر مؤهل. انهيار المنظومة الصحية الرسمية وعدم قدرتها على تحمل أعباء المرافق الطبية الخاصة دفع اليمنيين إلى اللجوء إلى هذه العيادات لتخفف عنهم بعضا من معاناتهم. الحرب دمرت جزءا كبيرا من بنية القطاع الصحي، وغدا اليمنيون في مهمة صعبة بحثا عن الاستطباب، استطباب كيفما يكون، المهم أن يخفف من أوجاعهم. خليل القاهري، العربي، صنعاء. دعا الاتحاد الأوروبي النظام السوري وحلفائه لوضع حد لتصعيد العنف والقصف العشوائي للمدنيين شمال غرب سوريا. وندد جوزيف بوريل المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي في بيان بالغارات الجوية وأعمال القصف العشوائي للمدنيين والطرقات التي يسلكونها للهرب. وتمكنت قوات المعارضة من تثبيت خطوط دفاعية وإيقاف تقدم جيش النظام بريف إدلب. وشهدت الأيام الماضية معارك كر وفر بين الطرفين، حيث دمرت آليات وصدت محاولة تسلل لقوات النظام. عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اجتماعا بقيادة الوحدات التركية المتمركزة على حدود سوريا بحضور قيادات الجيش على خلفية التطورات في إدلب. وأوضح أكار أن نقاط المراقبة في إدلب لديها التعليمات اللازمة للرد دون تردد في حال تعرضها لأي هجوم، وأن تلك النقاط 12 تقوم بمهامها لضمان وقف إطلاق النار في إدلب. تؤدي الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري على مناطق جنوب إدلب إلى زيادة أعداد النازحين العالقين في مخيمات عند الحدود مع سوريا. وتعيش عائلات بأكملها ظروفا قاسية في وقت تغلق فيه السلطات التركية المعابر مع سوريا. هكذا أصبحت حال أم يونس بعدما انتهى بها الحال في هذه الخيمة. كتبت لها النجاة مع أفراد أسرتها من قصف الطائرات الروسية التي استهدفت مدينتها سراقب جنوبية إدلب، ليحط بها المطاف أخيرا في خيمة على الحدود التركية. خيمة تحولت إلى محطة أنظار لهذه السيدة في انتظار تحقق حلم عبور الحدود إلى تركيا. ربطنا الطيارة، دورنا كلها راحت، ردينا قالج الطيارة، طلعنا الصبح ردينا رجعنا، نحن وجوا ما شفنا إلا البرميل نزل فوقنا. أولادت من أوادم تحت الإنقاذ الحمد لله طلعوا ساق سليمين، والدار راحت وغراضنا راحت وحالتنا حالي، ونحن 17 آدمي هلأ نازحين وبيركين تحت رحمة الله. يقول النازحون هنا إن الحدود مغلقة تماما، وإن أمن الحدود التركي عزز وجوده لمنع اللاجئين الهاربين من ويلات القصف. وتركيا بس نروح، عندي 5 اولاد، وتجديد على الحدود، تجديد يعني الاستطلاع التركي كلنا عم يطلع فوق الشريط، وبتكلف 100 دولار 1000 دولار روحه يطيبون. ما قول لي ما عنده، قول لي ما عنده يا اخي، قول لي ما عنده، شو يسوي هذا؟ لا يموت هو خيو خلصنا، لا ما يضل هو خلصنا، شو يسوي يعني؟
معظم العائلات النازحة حديثا اتجهت إلى المخيمات القديمة المكتظة أصلا على الشريط الحدودي، مما زاد من معاناة النازحين. الأهالي هنا النازحون مقيمون في مخيمات عمرها 4 سنوات، مخيمات مهترئة، زاد من المعاناة أنهم لا يستطيعون مساعدة أخوانهم النازحين الجدد من ريف إدلب الجنوبي، هذه زادت معاناتهم. عبور الحدود أصبح أمنية تضاف إلى عشرات الأمان لدى السوريين، عشرات الآلاف يعيشون على أمل الوصول إلى مكان آمن بعيدا عن جحيم الحرب. يأمل معظم هؤلاء النازحين اجتياز هذه الجدران الإسمنتية أملا بالوصول إلى بر الأمان، فبعد نجاتهم من القصف علقوا هنا وسط شتاء قاس، ويبدو أن طوق النجاة لا يزال بعيد المنال. قحطان مصطفى، العربي، ريف حلب الشمالي. العرب اليوم مستمر وفيه بعد الفاصل. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل طلب السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات تشريعية في القدس. قال قائد القوى البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي إن مراحل المناورات البحرية المشتركة بين إيران والصين وروسيا تمت بنجاح. وأوضح خانزادي أن بلاده وقعت قبل فترة مذكرة تفاهم أمنية مع البحرية الروسية، داعيا سائر الدول إلى الانضمام إلى التحالف البحري. مراحل مختلفة تمرينات التكتيك، أنجزت كافة مراحل التدريبات التكتيكية في المناورات بنجاح. وقعنا قبل فترة مذكرة تفاهم أمنية مع البحرية الروسية، وهذه المناورات تأتي في إطار هذه المذكرة. التعاون العسكري هو ذروة التعاون بين البلدين، وندعو سائر الدول إلى الانضمام إلى التحالف البحري الذي تبلور في المناورات الحالية. وإلى طهران ومراسلنا حازم كلاس. حازم، ما أهمية ما جاء على لسان قائد القوى البحرية في الجيش الإيراني والرسائل من وراء هذه التصريحات لدول الإقليمية؟ رسائل كثيرة تريد إيران إيصالها من خلال هذه المناورة التي حظيت باهتمام كبير على الساحة الداخلية، سواء من جهة التحليل أو من جهة تسليط الأضواء على هذه الرسائل التي تريد إيران إيصالها، سواء إلى الدول الإقليمية أو إلى ما هو أكثر من ذلك، ربما إلى أمريكا مباشرة. إيران أرادت من خلال هذا التعاون العسكري وهذه المناورة غير المسبوقة منذ عام 1979 أن تقول أنها متحالفة مع قوى مهمة في العالم، مع روسيا والصين، وأنها مستعدة لإبراز ذلك وإظهاره عند اللزوم. عندما يتحدث القادة العسكريون ويقولون ويدعون دول المنطقة وجميع الدول الراغبة بالانضمام إلى هذا التحالف ويسمونه بالتحالف، فهم يعنون الكثير بذلك، خاصة أنه وفي إطار التحليل وضعت هذه المناورة أو هذا التحالف كما سمي، في مواجهة التحالف الذي أنشأته أمريكا في المياه الخليجية بالتعاون مع عدد من الدول لضمان أمن المياه الخليجية ومضيق هرمز. إذن هي رسائل حزم لدول الإقليمية كما ذكرت، وأيضا للولايات المتحدة أيضا. بالتأكيد هي رسائل مباشرة، خاصة أن هذه المناورات جاءت بعد تنسيق رفيع المستوى جرى خلال الأسابيع الماضية بين إيران والصين وروسيا وعدد من الدول الأقليمية في إطار مشاركة من قبل أمناء ومستشاري الأمن القومي لهذه الدول، وإن كان محور البحث أفغانستان في ذلك الوقت، إلا أنها ركزت على التطورات الأقليمية. واختتمت المناورات هذه الليلة بالمناسبة، وربما ما ليست بالمصادفة أن تأتي مع زيارة ظريف إلى موسكو الليلة أيضا. شكرا جزيلا لك من طهران حازم كلاس.
قالت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية إن السلطات الاحتلال قررت تجاهل طلب السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات تشريعية في القدس حال انعقادها. وكانت السلطة الفلسطينية قالت إن إجراء الانتخابات في القدس المحتلة أمر ضروري، لكنه لن يجري بأي ثمن دون إشراك القدس. أن تكون لا تفوت السلطة الفلسطينية أي مناسبة إلا وتؤكد على موقفها الثابت من عدم إجراء انتخابات تشريعية دون القدس. فإذا القدس لأي سبب رفض مشاركة أهل القدس في أرض القدس، يجب أن نعود إلى هذه الطاولة. إجراء الانتخابات ضرورة تقول السلطة الفلسطينية، لكن ليس بأي ثمن. وقد وصفت منع الاحتلال القدس من المشاركة بالأمر الكارثي. في المقابل أكدت مصادر إعلام إسرائيلية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجاهل طلب السلطة إجراء الانتخابات في القدس الشرقية. نحن لا نستند فقط إلى الرسالة التي أرسلت إلى حكومة الاحتلال، نستند إلى ضغط من المجتمع الدولي وتحديدا الاتحاد الأوروبي من أجل إفساح المجال لأبناء شعبنا الفلسطيني في المدينة المقدسة بالمشاركة في الانتخابات انتخابا وترشيحا. يرى الفلسطينيون في قرار تنفيذ الانتخابات مدخلا لإنهاء الانقسام، ويحذر مراقبون من استخدام حجة عدم إجرائها في القدس لإلغائها بالكامل. رحنا الأطراف الفلسطينية إجراء الانتخابات موافقة إسرائيلية، كان معلوما أن الفلسطينيين لا يريدون الذهاب إلى انتخابات تشريعية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، بغض النظر عن التصريحات الإعلامية المتكررة للطرفين. ترفض السلطة الفلسطينية إعطاء الاحتلال فرصة فرض سياسة الأمر الواقع في القدس ومساعيه في تهويد المدينة المقدسة، وتؤكد مواصلة مساعيها مع جهات دولية للضغط على دولة الاحتلال. عدم إجراء انتخابات في القدس يعني عدم إصدار مرسوم رئاسي بشأنها، وهو ما يعيد النظام الداخلي الفلسطيني إلى المربع الأول بعد أن أنعش الحديث عن انتخابات الأمل بتجديد الشرعيات في فلسطين بعد ركود دام 13 عاما. يرى العمل العربي رام الله. اختار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في موريتانيا رئيسا جديدا ونواب الرئيس وأعضاء المجلس الوطني. واعتمد الحزب رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني مرجعية له، ما يبعد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من قيادة الحزب. المؤتمر العام العادي للحزب الحاكم في موريتانيا يلتئم في ظرفية سياسية غير عادية. الاتحاد من أجل الجمهورية اختار على طريقته الخاصة رئيسه وأعضاء مجالسه ولجانه، وعلى نحو غير مفاجئ اعتمد المؤتمرون رئيس الجمهورية مرجعية للحزب الحاكم دون منازع. ولا يسامرني أدنى شك في أن حزب الجامعة مرجعيته رئيس مجمع عليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني، مؤهل لرفع كل التحديات. استأثر الحرس القديم المؤيد للأنظمة المتعاقبة بالنصيب الأوفر من التشكيلة الجديدة للحزب الحاكم. حزب الاتحاد من الجمهورية كأحد عناوين الخلاف بين الرئيسين، أعتقد أن الغزواني كسب جولته، لكن أعتقد أن الأزمة أكثر من عنوان، وأن مظهر الحزب كحزب ديمقراطي ربما خسره الغزواني بانكشاف رئيس الحزب حتى قبل ساعات من انتخابه، وبإجازة النصوص دون معرفة المؤتمر من غير المؤتمر وبالاستماع فقط دون تصويت. سعى حزب الاتحاد في مؤتمره إلى استقطاب كل التشكيلات السياسية التي دعمت الرئيس الغزواني في حملته الانتخابية. الرئيس السابق محمد عبد العزيز غاب عن أعمال مؤتمر الحزب الحاكم رغم أنه حذر من مغبة منافسته زعامة الحزب، وهذا خارج عن النظام وخارج عن النصوص. انفتاح الرئيس الغزواني على المعارضة عمق الشرخ بينه مع سلفه وشريكه السابق في الحكم والانقلابات، خلاف لا تعرف كيف ستكون نهايته أو تداعياته. محمد عبد الله ممين، العربي، نواكشوط.
أطلقت مجموعة من الناشطين في لبنان حملة مجدفعين أو لن ندفع في إشارة إلى رفض المقترضين سداد قروضهم للمصارف. الخطوة هذه وصفت بالاحتجاجية خاصة بعد اتهام مصارف باحتجاز أموال المودعين بسبب أزمة السيولة وعدم توفر العملة الأجنبية. في لبنان لا مفر من الاقتراض لتدبير متطلبات الحياة. اقترض أحمد لشراء سيارة أجرة قبل بمعدلات الفائدة وشروط السداد معولا على أيام قد تحمل رزقا وخيرا، لكنها حملت ضيقا ماليا واقتصاديا للبنانيين. تركض 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 كأنك تواف محلك، والبنك عم يدقبي انه بده مصريات وبده كذا وما قادرين يعني ندفع. هي مجرد سيارة أجرة للناس، لكنها لأحمد هي سيارة الرزق. يمضي لعل سعيه يحول دون أن يوقف البنك باب رزقه بسبب عدم سداده الدفعات الشهرية. يعجز أحمد عن دفع قرض سيارة الأجرة، وبات أمانه الاقتصادي مهددا، حاله كحال العشرات من ساكني هذه الأبنية، يعجزون أيضا عن دفع قروضهم، وباتوا اليوم مهددين بخسارة السقف الذي يظللهم، ويسألون عن مصيرهم في ظل مؤشرات اقتصادية تنذر بالأسوأ. استعملت هذه المصارف كل الدعايات الممكنة على مدار السنوات الماضية لتشجيع اللبنانيين على الاقتراض، ربطت عملهم، سكنهم، حتى رفاهيتهم بسياسات اقتصادية تعتمد على الاقتراض والفوائد المرتفعة. يحق للمقترضين اليوم الحجب يعني عن دفع مستحقات المتوجبة عليهم كما تفعل المصارف، يعني المصارف تقبض اليوم على أموال صغار المودعين ومتوسطي الحال. يعني تتعدد أسباب عدم السداد: بطالة، أزمة ودائع، وأزمة الدولار، وتفوق نسبة التعثر في سداد القروض 40% وفق خبراء. تتفاقم الأزمة وسط دعوات إلى خفض الفوائد وإعادة جدولة القروض، ولهذه الأسباب انطلقت حملة لن ندفع التي تلوح بوقف سداد المقترضين ديونهم. نحن عم نطالب اليوم بالعدل العام، يعني مثل ما المصارف ما عم تقدر تسكر، كمان الناس اللي ما عم تقدر تسكر للمودعين، كمان الناس المقترضة اللي ما عم تقدر تسكر للمصارف يتم التعامل معها بشكل عادل. في الشارع يلف القلق الجميع، من ساكن في بيت رهن لمصرف ما إلى سائق سيارة أجرة ارتبطت مصالحه بقرض حتى بات الحق في العمل هنا وكأنه في ذاته رهن قرض مصرفي. محمد شبار، التلفزيون العربي، بيروت. كما هي العادة ننهي العرب اليوم بفيديو من على منصتنا، من على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي. في فيديو اليوم: خطيب إماراتي يهاجم الثورة السورية ويغازل الأسد. ما يجري في سوريا فتنة. أنا أجزم أنك أنت لو سألتك سؤال، هل تتمنى سوريا الآن أم ترجع كما كانت؟ أمن وأمان تحظى البشار. أنا أقول أسأل الله أن يرجع سوريا أمن وأمان تحت ظل قيادة آمنة حكيمة. بسبب الإعلام الحقير، الإعلام التافه، سواء قناة الجزيرة، قطر، لما كان يتجه على سوريا كنت أشعر أن لا، حنا الأمة يسفك الدم. لما كان يتوجه على مصر يتوجه على ليبيا، الآن ليبيا يتمنى أن يرجع القذافي، مصر الآن يدعون يقولك وين أيام حسن. السورية الإماراتية مدينة ومتميزة وقوية، وأتمنى من الله العلي القدير أن يسود الأمن والأمان والاستقرار ربوع الجمهورية العربية السورية تحت ظل القيادة الحكيمة وفخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد. العرب اليوم انتهى. ننتقل الآن إلى برنامج للخبر بقية مع وائل. شكرا.